لما مات راه مشيو مع دوك البرهوشات اللي كيطيحوا عليهم بحال مثلا تصعد مع برهوشه راه كتدخلها كدير لك القوق. الميمه لا، اول حاجه نقول لك الميمات بالزوينات، الميمه ما كاين لا اختصبتيني لا حملتيني لا فلان شوف البرتوش فين ونجي عندك لا والو. الميمه كتلقى واجده، والميمه كاينين انواع، كاين الميمه اللي عندها الماما اللي عندها الفلوس، وكاين الميمه اللي ما عندهاش. دونك انت وزهرك، الى زهرك طيحك في الميمه مقوده عليها راك غادي تعيش، المهم مره غادي تضرب معاك ويرصات وانت راك عايش لافي. كانت ميمه عندها الفلوس راه هي هذيك، راه بحال لك طيح على شي كنز، راه بحال لك انت غادي وشاد ديك اللعيبه اللي كيقلبوا بها على الكنوزه وسمعتي ديك اللعبه ديال تي 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 طحتي على شي كنز. راه هي ديك الميمه اللي كتكون بالعاقه وبالطوموبيل وبالدار وبكل شيء. خليني من هذوك خوتنا اللي كيدي يقول لك ما نتسناش انا وحده تجي تصرف عليا، هذاك النوع بحالو بحال هذاك نزار، هذاك في الاخر غتجي وحده بكرش وغادي تلص تتزوج به باش يقيد لها الكرش في الحاله المدنيه. هذا هو اللي كيطرى لهم بحال هذوك. الميمات ما تخافش من المشاكل، مش بقاش تفكر للدار وتفكر حق العشاء ولا حق مغلق ميري غيحصل لي خوها. واحسن حاجه الا طحتي على شي ميمه لاباس عليها، اقسم لك بالرب ديما ضارب البياس شري لك الطوموبيل دير لك مش. وكما قلت لكم الشروط المتوفره اللي كتبغيها الميمه شناهي؟ اول حاجه تكون راجل. شناهي راجل؟ راك تما راجل في الفراش وراجل بلا فراش. ثاني حاجه ما تكونش مرهوش في عقلك، ما تكونش كتهضر بزاف، كل شيء عارفك راه معاها. هادو ما تيبغيوش الميمات، الميمات كيبغيو هذاك الشيء يكون سيكري، واش فهمتيني؟ بينك وبينها. كتكون مثلا عندك شي عيد ميلاد ديالك ولا مثلا دير في عيد الحب ولا شي لعبه، ملي كتجيب لك كادو كتجيب لك شي كادو مقمح، كتجيب لك كادو مفرقع، يا تليفون يا مكانه دوريجين مليحه. البرهوشه شنو تتجيب لك؟ كتجيب لك سلسله ب70 درهم ولا ب60 درهم. نهار تتفارق معاها تبدا تقول لك جيب لي السلسلتي، ما بقيتش باغاك، جيب لي السلسله ديالي. تجي تبغي تصاحب معاها، ما تقولش لك انت الميمات اول حاجه لاج مناش. قلت لكم بحال طواليت قطر راه كتكون من 40 عام وانت طالع حتى 70 عام. 70 عام كتولي هذيك الساعه محسوبه على الميمه شارفه، هذيك الميمه شارفه هذوك حتى هما هوتاتهم بوحدهم. فهمتي الميمه شارفه؟ انا طحت على شي ميمه شارفه عندها الفلوس وكتعطيها الحنان، شنو تتقول؟ تتقول انا قربت نموت عندي هاد الفيلا هادي غنكتب الحب تتكتبها ليك. وتخيل معايا دابا نتايا طايع على ميمه رابح فيلا وطايع على برهوشه غادي للحبس، اش بان ليك؟ فين كاين؟ شوف فين كاين الديفو. خلينا عندك يبدا يقول لك الشوهه غادي مع مراه غادي، ما كاين لا الشوهه لا والو. ديك الشوهه هذوك ما كرهوش يمشيو معاه هذوك حيت ما عندهمش، واش فهمتيني؟ ما عندهمش الامكانيات باش يطيحوا على ميمات.